محمد رسول الله، لا إله إلا الله، علي ولي الله. ايضا يؤلف شيخنا الأجل رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه، يؤلف كتابه القيم مثالب النواصب. ماذا يصنع به؟ يدرج فيه الأحاديث القادحة في أئمة النواصب، ثم يشرح فيه ما كان يكنى به ويرمز به من أسماء اللعناء عند التقية من المخالفين. كانت عادة الشيعة أو طوائف من الشيعة في تلك الأزمنة الخانقة أنهم حين يكتبون الأحاديث التي تطعن في هؤلاء يستبدلون مثلا كلمة أبا بكر بكلمة أبي الفصيل مثلا، أو عمر بكلمة عتل مثلا العتل، أو مثلا أبا بكر وعمر فلان وفلان مثلا وأمثالها ألفاظ، العجل والسامري والعتل ونعثل والزنيم وما إليها. يأتي الشيخ ابن شهر آشوب ويؤلف كتابه مثالب النواصب، يشرح المراد بكل واحد من هذه الألفاظ. يقول مثلا المراد بالعجل أبو بكر، المراد بالسامري عمر، المراد بنعثل عثمان، وهكذا. وكأنه يقول أيها المخالفون لئن اشتبهتم في معاني هذه الأسماء في كتبنا فهاكم معانيها، تفضلوا هاكم هذه المعاني، ومن نقصد بهذه الأسماء حتى تتأكدوا أننا نطعن بأئمتكم وخلفائكم. هكذا يصنع ابن شهر آشوب، وهو من هو عندنا وعند علماء طائفتنا. وبعد ذلك يقال لم يكن من سيرة علمائنا تقصد النيل من أعلام ورموز أهل الخلاف. أيها الإخوة، أنتم بأنفسكم طالعوا موسوعة الذريعة للعالم الجليل الآغا بزرق الطهراني رضوان الله تعالى عليه. هناك يعدد مؤلفات الشيعة قديما وحديثا، يترجم لأصحابها، يذكر نبذة عنها. هناك تجدون عشرات من المؤلفات التي ألفها علماؤنا خصيصا للنيل من رموز القوم، عشرات المؤلفات من أكابر علمائنا ومن أكابر أصحاب الأئمة الأطهار عليهم السلام وثقاتهم ووكلائهم.